أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي. فيديو اليوم راح يكون فلوج، مو فلوج بجد فلوج، يعني راح أشارككم في يومي، لا بس راح أشارككم في كيف برتب مكتبي. راح أرتب معاكم مكتبي وراح أغير ثيم الخريف لثيم الشتاء، مع إنه دخلنا الشتاء من كم يوم أنا لسه ما غيرت ولا شيء، بس قلت بشارككم الموضوع، بس كان عندي ضغط أشغال فما فضيت يعني. لو ما تتابعوني على السناب وكذا روحوا تابعوني، لأنه دائما أنزل هناك يومياتي، وكمان أحط لكم بعض الإنجازات اللي ما قد شاركتها هنا على اليوتيوب. قبل ما أبدأ الفيديو، هذه طبعا كاس الموية، تقريبا هي كاس الموية الوحيدة اللي راح أشربها طول اليوم. اكتشفت إني في الشتاء مرة ما أشرب موية، يعني تخيل إنه بمعدل يمكن يوم كامل أو يوم ونص ما قاعد أشرب موية، وطبعا هذا الشيء قاعد ينعكس على نفسيتي وعلى صحتي وعلى بشرتي وعلى كل شيء. فقلت وأنا قاعد أسوي الفيديو، كنت بسوي القهوة بس قلت لا خلاص كفاية ستوب قهوة، راح أشرب كاس الموية هذه إن شاء الله. طبعا دائما لما يجي شتاء الواحد ما يصير عطشان فما يشرب موية، فأحب أذكركم وأذكر نفسي طبعا إنه أشربوا موية، لأنه كل شيء في الحياة يعتمد على الموية. نفسيتنا تعتمد على الموية، بشرتنا، صحتنا، وكثير أشياء تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على الموية. فالموية مرة شيء جميل ولازم تشربون موية. طيب ببدأ أول شيء قبل ما أجدد اللي هو الثيم حقي، بشارككم أول شيء أشياء اشتريتها لثيم الشتاء. كمان كان نفسي أشتري كوب لثيم الشتاء، بس حسيت إنه لا مو هذا الوقت، أحس إنه بعدين بشتري، لأنه أحس عندي أكواب كثير فما ودي أشتري أكواب زيادة. كمان هذا الكوب جاني قبل كم يوم هدية، طبعا شكرا على الهدية الجميلة، موبايل يطلع شكلي في الانعكاس. جاني هذا الكوب، فحسيت انه خلاص كفاية اكواب، احس عندي اكواب كثير فما ودي صراحة يكون عندي يعني الشيء بزيادة، خصوصا اني ما احس اني احتاج الاكواب، يعني مو كل يوم استخدم الاكواب. بشارككم الحين شموع جبتها من باث ان بادي، وبغير شمعتي هذه. طبعا الشمعة هذه شريتها بالصدفة من اللي هو ناتشرال، صح ناتشرال تاتش، لا من ان هاوس. هذه الشمعة الجميلة من ان هاوس، بس مرة حلوة هذه ريحتها صراحة. انا ما كنت شامتها الا في المحل، والعادة مو مرة احس روائح ان هاوس تكون منتشرة، بس هذه مرة ريحتها حلوة وما شاء الله يعني احسها تنتشر بقوة. فسعرها كان كمان مرة حلو، اتوقع انها كانت بمية وشوية وصارت ب35. فهي بالباتشولي والفانيليا، فمرة عجبتني ريحتها صراحة. وعشان ما ودي انه يعني اكرر الروائح، انا استخدمتها تقريبا فترة الخريف كاملة، فالحين خلاص بشيلها وبستخدم بجيب كذا من جبت من باث ان بادي اشياء شتوية بشاركها معاكم. يلا خلينا نروح نشاركها مع بعض. ايوه صح، اهم المشتريات اللي شريتها قبل بداية السنة اللي هي مفكرة اماد، وشاركتكم في الفيديو اللي فات كل شيء عن المفكرة. تقريبا درست اتكلم ربع ساعة او اكثر عن المفكرة وكل شيء فيها، فمرة انصحكم فيها تشترونها لو انت تحبون المفكرات وكذا. الشيء الثاني اللي شريته، طبعا شريت عباية شتوية من السهد. طبعا السهد الحسن تقريبا جربتهم مرة واحدة، اللي هي عباية النجمة والقمر، صرت اسميها عباية الفعاليات لان دائما في كل الفعاليات البسها، لما اكون رايحة فعالية او شيء احب البسها، وصرت متميزة فيها يعني. فحبيت اشتري عباية ثانية منهم، ولقيت عندهم عبايات شتوية مرة حلوة، وفعلا طلبت هذه العباية، بحط لكم صورتها هنا، وجاتني مرة مرة حلوة وصدق تدفي، خصوصا احنا درجة الحرارة عندنا قاعد توصل 2، قاعد توصل 1، فاحتاج انه عباية شتوية فعلا شتوية، مو كذا بس لي واو حركات. فطلبت من السهد وجاتني العباية تقريبا في يومين، بس مرة احب الباكجينج حقهم، غير العبايات حقتهم رهيبة، احب مرة الباكجينج حقهم صراحة. مو اعلان، اي شيء بحطه اليوم ما هو اعلان، هي اشياء انا جربتها ومرة حبيتها، مرة عجبتني، فعباياتهم صدق تجنن، واسعارها كمان مرة حلوة. فشكرا لكم، شكرا. ما اتوقع يعرفوني بس ان شاء الله يتعرفون علي اليوم، السهد الحسن، شكرا لكم. طبعا طلبية باث ان بادي صراحة الباكجينج حقهم شوية عادي يعني من برا، بس لحظة بوريكم الباكجينج من جوا. الباكجينج حقه من جوا مره حلو، طبعا واضح اني قد فتحتها صراحه، صيبه اختي فتحتها لانها تبغى تاخذ شمعتها، هي طالبه معايا شمعه، وانا قلت لها استني لما اصور لليوتيوب. فمسكينه والله، يمكن لها طلبيه من يوم جات تقريبا اسبوعين وانا ما فضيت، فتوني بصورها وبشاركها معاكم. هي مسكينه من اسبوعين تستنى الشمعه، فصدق شكرا صيبه على انك انتظرتيني يعني واعطيتيني وجه.
فيلا خلوني اركب بس الستاند واطلع الشموع كذا يعني بهذا واشارككم اياها. ريحتها تفتح النفس من الحين، يعني انا بس فاتحه البوكس والريحه تفتح النفس، فكيف لو تعمقنا في الروائح؟ خلونا نشوفها يلا. طبعا برضو المكتب حايس، لكن ما راح ارتبه لاخر شيء، راح نجي للشموع. اول شمعه طلبتها، طبعا هذه الشموع مو كلها لي، اول شيء هي ستة حبات تقريبا مو كلها لي، في شيء لي في شيء لصيبه اختي في شيء لامي، فكان عليه عرض، كان مسوي خصم على الشمعه الكبيره ب 35 ريال، فمره استغليت العرض وقلت لازم نطلب، يعني مره عرضهم واو. هي سعرها قبل، شوفوا حتى موجود السعر قبل، سعرها قبل 110، شوفوا واضح ان شاء الله واضح، شايفين كيف السعر قبل 110، تخيلوا احنا اخذناها ب 35 الحبه، فمره عرض ما يتفوت صراحه. هذه بال اول شيء الباكجينج حقها مره يجنن، شايفين كيف لونها، والغطاء حقها اسود، تقريبا اول مره اشوف باث ان بادي غطاء اسود. ريحتها بدارك فيلفت عود، دارك فيلفت عود، بشمها واقول لكم ريحتها، تفتح النفس، احسها مره ريحه العود فيها مره حلوه كذا، العود اللطيف مره تهبل، مره حبيتها. واضح ان هذه ترى امي قالت لي اطلبي لي كذا اشياء، شكلي طلبتها لامي، المهم انها تصدق احسها بتكون ذوق امي، مره بتعجبها. فهذه اللي هي دارك فيلفت عود، بحط لكم اسماءها تحت في صندوق الوصف لو حبيتوا. طيب نجي لثاني وحده اللي هي هذه اسمها بينك شوروز، بينك شوروز اتوقع، المهم ريحتها احس زي حلاوه، كأنها حلاوة، حلوة ريحتها والله، حلوة ريحتها، أحس بنوتية، أتوقع أن هذه حق صبا أختي، إيه أتوقع أن هذه حق صبا، ريحتها مرة حلوة، أحسها تناسب كذا اللي تينيجر يعني البنوتات الصغار، فمرة حلوة حبيتها. خليني أشيل هذه، لا ما بشيلها عشان بعدين أصور لكم المكتب قبل وبعد. هذه الثانية. طيب نجي للثالثة، هذه طبعا هذه بال وينتر بيري، ما عرفت اقرا الاخيره، المهم هي هذه، زاد انا اتوقع انها بشجره الكارز حقت اليابانيين، وعجبني الباكجينج حقها. طيب الله ريحتها تفتح النفس، ريحتها كرز مع شيء كذا لطيف، مره حلوه صراحه، كل رائحه تفتح النفس، مره حلوه، مره حلوه الحمد لله. ترى على فكره ولا واحده من هذه الثلاثه قد طلبتهم، اتوقع انه اللي كل الموجود ما طلبته من، يعني اول مره اطلبهم الا واحده اعرف ريحتها، الباقيه كلها جديده، قلت بجرب روائح جديده يعني، فالحمد لله ما ندمت يعني، حد الحين الثلاثه هذه مره ما ندمت عليها. طيب اخر شوي لو سمحتوا كذا، ايوه. طيب نجي هنا للثالثه، وهذه طبعا طلبتها عشان الثيم حقها شتوي، شايفين كيف سنو، مره احب اني اشتري شموع بالثيم. اسمها بيتش بادي وورك، اوكي سنو بيتش بيري، اوكي يعني بالثلج خوخ وبيري، اللي هو توت، ريحتها حلوه مره ريحتها حلوه، وكمان الباكجينج حقها حلو صراحه، يعني مره حبيته، ترى مو الا والله ستيكر، كنت بقول مو ستيكر بس، مره حلوه ريحتها تفتح النفس حبيتها. هذه ان شاء الله نشوف، اتوقع اني طالبه واحده ثانيه فيها ثيم شتوي، بس هذه حبيتها والله، كلهم حبيتهم بالصدق، بس يعني يمكن احلى واحده لحد الحين العود، وهذه والله هذه حلوه ما ادري. المهم نجي كم الخامسه كمان اخترت انه يكون ثيم شتوي، مره احب الثيم الشتوي معلش، غير كذا انه يعني العرض كان مره حلو فما يتفوت. هذه فانيلا بين نويل، اوكي حاطين عليها كذا سنومان كذا، فحبيتها، حبيت مره الباكجينج حقها. اوكي كنت عارفه انها ما بتكون من روائح المفضله، لاني انا مو مره مع الفانيليا، مع ان هذيك اللي قبل شيء وريتكم اياها اول واحده اللي حقت ان هاوس فيها فانيليا بس مره كانت حلوه، بس هذه ما ادري احس ريحه الفانيلا فيها طالعه اكثر، يعني ممكن تناسب الناس اللي يحبون الفانيلا، بس ريحتها حلوه يعني اوكي، بس الناس اللي يحبون الفانيليا اكثر، يعني انا مو مره مع الفانيليا، بس ان السنومان حقينهم ممكن يخلوني اتنازل واشم فانيليا طول اليوم عادي، بس عشان الباكجينج حقها يعني. طيب نجي للشيء الثائر، هذه كم السادسه، الشمعه السادسه والاخيره، طبعا شوف كيف الباكجينج مره حلو، بس صلاه خلص، خلص الاذان وارجع لكم.
طيب نرجع لآخر شمعة اللي هي هذه اسمها دارك كيس، طبعا هي الوحيدة اللي كانت عندي من قبل، فقررت اني اشتريها مرة ثانية لأن ريحتها مرة حلوة. ريحتها احسها كذا عطر فرنسي، تناسب غرف النوم، تناسب الأشياء زي كذا، مرة ريحتها حلوة لطيفة، مرة أحب المجموعة حقت الدارك كيس كلها. فلو حبيتوا لكم إن تحبون الأشياء الفرنسية هذه مرة حلوة. ما أعرف إذا شرحي للشموع تمام أو لا، بس أحس إني كذا شرحتها بشكل حلو. صدق إنها كلها رهيبة، وكان سعرها رهيب، يعني تخيل إنه سعر الوحدة كان 110 وأنا أخذتها ب35 ريال، يعني تقريبا وفرت كم، واو كثير والله. فأحس مرة أحب أستغل العروض هذه، ودائما أحب حتى الناس اللي حولي يستغلونها، يعني إنه مثلا لو أنت تبغين شموع مثلا أختي أمي يلا نطلب مع بعض، بحيث إنه أحيانا ممكن يطلع علينا التوصيل مجانا، ممكن يعني ممكن هو هي ما يكون بالها أنها تشتري الحين، بس مثلا تشوف العرض وتقرر أنها تشتري، فشي جميل. بس والله الحين بروح أرصها مرة ثانية وأختار الشمعة الشتوية وأرجع لكم عشان نسوي نغير ثيم المكتب للثيم الشتوي. طيب هذا هو المكتب قبل، طبعا الصدق مكتبي حاطه فيه اشياء، هو انا اكثر شيء هي تركيزي على الجهه هذه، فحاطه فيه اشياء بثيم الخريف، ولكن في اشياء مثلا زي البخور حاطته على المكتب ما حس له داعي فلازم اشيله، انا حاطته من اول ونسيته، مو نسيته يعني انشغلته كذا فما فضيت اني ارتب المكتب، فكله بينشال، البخور هناك فيه، المبخر، في كل هذه الاشياء بشيلها، فان شاء الله الحين بشيلها معاكم وشارككم كل شيء. اوكي الحين راح ابدا الحين ترتيب المكتب، اول شيء بغيره اللي هي هذه. طيب وهنا في بخور راح اشيله لانه يعني ما ادري اصلا ليش حاطته هناك، علاجي الحديد برضو راح اشيله احطه في مكان العلاجات. فيلا خلينا نبدا. الحين صراحه دي فتره هاي الشمعة برضو راح أشيلها وراح أخبيها للخريف احتمال، ما أعرف لمسة، بس إن شاء الله يعني أخبيها الوقت بعدين. الحين عندي شموع كثيرة فراح أشيلها، طبعا تترو ما أقدر أشيله الحبيب، وهذا أضفته السنة هذه تسوي وحدة يعني جميلة ما شاء الله، كانت نسيته بيدها فحبيته صراحة وحبيت المكان هنا، فتترو وهذا الجميل ما راح أغير مكانهم. هذه قطعة عودة كانت برضو محطوطة عند ال... هذه بحطها في الكرتون. و اوكي هذه المنطقة ما اعرف ايش يسمونها، بس اتوقع يعني زي الفيجن بورد او الاشياء اللي اتمناها او ابغى اوصلها. طبعا ان شاء الله نوصل في اليوتيوب 100,000 باذن الله. انا متفائلة. المهم او هنا اللي هي تيدكس، لانه الاشياء اللي جميلة مرة اللي احبها تيدكس، فان شاء الله يوم من الايام اني أكون متحدثة في تيدكس أوصل لهذا المكان. وهذه الأشياء الثانية كانت هذه كانت كاتبينها لي أشخاص يعني لطيفين، كان كلام جميل صراحة وحطتها هنا. وهذه كانت رسالة من نفسي لي اللي هي هنا. أوكي صار باقي هنا هذه وهذه رح أشيلها لأنه هي حقة الخريف فرح أشيلهم. طبعا أنا مسويتهم أنا رسمتهم، يعني كانوا في أشياء ورا ورسمت عليهم، فيا إني ببدل أول شيء هذه خلاص مسكين يعني أصلاً شايفين حتى كذا عليها ظروف، فالحين بشيلهم ثنتين وبعلق مكانهم اشياء. طيب بالنسبة اللي هنا راح اعلق مكانها هي هذه، ما راح اسوي شيء يعني ما راح اسوي رسمة، راح اسوي رسمة تقريبا واحدة بس، ولكن راح اعلق هذه. طبعا هذه جاتني من اختي جابتها لي من ديزني باريس، وحس مرة حبتها مرة حسها تناسب الشتاء وتناسب جو الشتاء والثيم وكذا، فبعلقها خصوصا انه شايفين فروزن وانا واختي يعني كذا زي انا وإلسا مره حبيت. اوكي راح اعلق الحين. اصلا شوفوا حتى اتوقع يمكن هي الوقت ما راحت كان كريسمس والله ناسيه، المهم انه كان يعني شتاء عندهم. طيب فكها الحين بعدين بعلقها هنا. اوكي حلقها هنا ان شاء الله تكون ثقيله وتطيح على الدنيا، صار حلوه كيوت مره حس تناسب الثيم الشتوي يعني كذا عشان الفروزن واشياء زي كذا. طيب الحين عندي هذه. طيب اه هنا مكتوب فيها كنت كاتبه فيها يو ار نوت فور ايفريون، هذه مره احب الرساله كل فتره اقراها صدق
الكلام هذا اهداء لكم. المهم فبما اني كاتبه هنا فراح ارسم هنا شيء شتوي وراح اعلقها في اللوحه. طيب بصراحه ما عندي فكره، بدخل اشوف ايش ممكن يجيني الهام وارسمها واحطها هنا. اوكي رسمت اللي هو جينجر، اللي هو بسكوت الزنجبيل، مره احب شخصيته. كان نفسي لو عندي طابعه، بس دائما احب ارسم بيدي، يعني حتى لو عندي طابعه اتوقع اني برسم بنفسي ما ادري. طيب خلونا نعلقه، تعلقه هنا كذا عشان يبين. اوكي حيكون كذا شكله نهائي، لطيف صراحه حبيت. طيب الحين راح اضيف شمعه، ما اني اخترت الجنجر هنا ف والله ما اني عارفه احط هذه سنو مان، بس لا خلاص هذه بخليها برا. راح احط هذه اللي فيها سنو. اوكي هذه راح تكون هنا كذا. طيب زي ما قلت لكم هنا عندي بسم الله هنا في شوية اشياء راح اشيلها، الشمعة راح اشيلها كمان، هذه مرة احبها من باث ان بادي برضو، تقريبا خلاص قدها مخلصة. والمبخر برضو مرة جميل، ما قد صورته لكم، من شو اسمه المحل صراحة نسيت اسمه، من وادي حلفة، ايوه من وادي حلفة، مرة حلو، بس اني مخليته لما يوم التأسيس عشان اصور لكم اياه كذا بثيم يوم التأسيس وحركات بركات، فهذا راح اخبيه الحين يوم التأسيس ان شاء الله. والاشياء اللي هنا راح اشيلها كلها. كمان عندي هنا اللي هو الفيتامين حقي اللي هو المغنيسيوم، بشيل كل الفيتامينات حقتي واحطها مكان واحد عشان برضو ما انسى شيء منها ويصير استخدمها بانتظام، مو دائما اخذه كل فترة وفترة يعني، بس برتب الثيم كامل وارجع لكم. طبعا قبل ما انهي ثيم الشتاء او الثيم الشتوي، قبل فترة كنت امشي ولقيت هذه شجرة، صراحة ما اعرف ايش هي بس شكلها مرة رهيب وحسيت انها كده تناسب الثيم الشتوي، فخذيتها خذيت كم حبة منها عشان احطهم بالمكتب عندي، فالحين بحطهم بالمكتب، بس ماني عارفة احطهم كذا خليهم كذا يعني عشوائيين ولا ايش اسوي فيهم، بس شكلها مرة حلو يعني سبحان الله كشجرة هي عندها اشياء، معاها اشياء اوريكم اياها كيف معاها كذا زي ال شايفين كيف زي الكشة معاها، بس طبعا انا بشيلها وبخلي بس هذا اللي تحت اللي كانه بلوط، بس مره حلو مره مره حلو. ما ادري ايش اسم الشجره، لو تعرفون اسم الشجره اكتبوا لي، بصراحه مره رهيبه. بس خلوني اقسمها لكم، طب بكسرها. اوكي بكسر الجزء هذا اللي مكعوش منكوش او مكعوش ما ادري ايش تسمونه انتم، زي كذا بتصير مره حلوه. ودي اعلقها هنا تصدقون، ودي اعلقها مع الاشياء بس لا كذا نخليها كذا على الارض ما اعطيها شكل، او ماني عارفه صراحه كذا مره حسها حلو ما اعطيها شكل مع الشمعه كذا طالعه من الشمعه وما اعطيها شكل مره لطيف. تمام طيب خليني اوريكم التفاصيل. هذه طبعا تنثرت هنا مع توني ماسحه، بس مش كمان مسحه مره ثانيه. هنا الشمعه الجميله، هنا الفروزن، وهنا اللي هو الجينجر بيد، وهنا باقي المكتب. طبعا شلت كل الاشياء اللي هناك وحطيت الاضاءه حقتي، وبس كذا نكون انتهينا من ثيم الشتاء. اتمنى يا رب يكون عجبكم المقطع واستفدتوا منه ولو شيء بسيط. لو عجبكم لا تنسون طبعا تسووا لايك وتشتركون في القناه لو لسه ما اشتركتم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه. الى اللقاء.